وعافيه. خدي يا حبيبي. نزل لي على السلامه يا كركر يا حبيبتي. حبيبتي يا ما شاء الله. اختي حبيبتي يا ما شاء الله على الحب اللي نزل عليكوا فجاه دلوقتي. بقيت انا الكخه. صدقي يا بنت انك ما تستاهليش خلعه قلبي عليكي لما وقعتي من على التريدميل النهارده. جريه يا بنت. الله، ما انتوا لازم يبقى قلبك على قلب بعض، مش اخوات ولا ايه؟ والله ما انا عارفه، مش عارفه ايه اللي صايبني. اشمعنى انا من دون الناس كلها بناتي ينزلوا من هنا يرجعوا بمصيبه؟ ازاي؟ لا لوم ولا اعتراض يا رب. ما هو كله من اللي ما تسمى اختك ام 44 ام ويه ام سحلول قاعده لبناتي في الصلقط والملط وهم طالعين وهم نازلين لغايه لما نشيتهم عين جابتهم لي ارض ارض. حرام عليكي، حرام عليكي. هو كل حاجه تلبسيها في اختي؟ طب ذمتكم يا بنات، انا اختي شافتكم انتوا نازلين. اهو شفت جريه كيداهم. حرام عليكي، هو انت اي حاجه تلبسيها في اختي عملت لك ايه يعني؟ ماما انا مش عايزه اروح الجيم ده تاني. وما تروحيش ليه يا روحي؟ انت شايفه بكره هتخفي وتبقي زي الفل. ايوه ايوه، هتروحي ازاي وهي كده؟ ايه ده يعني انا هروح الجيم لوحدي يا بابا؟ لوحدك ده ايه يا ماما؟ لا يا حبيبتي، رجلي على رجلكم من هنا ورايح. هروح المحلات الكبيره اشتري الترينج واروح اتنطط على المكان اللي هناك، وهتشوفوا بقى امكم هتتنطط على المكان ازاي ولا البهلوان. اه على الاقل اجر دمي. الله يا ماما الله، ده يبقى مشهد لازم يتصور. ماما في الجيم، تخيلي ينفع اسم فيلم. بس يا بنت اتريقي عليا يا ماما. ماما مش كده، ماما انا بتريق عليها. دخلني السيما اهو. خلاص خلاص، ولا بتريق ولا غيره. خلاص يا بنات ابوكوا جايه معاكوا وانا كمان جاي معاك. تيجي مع مين يا حبيبي؟ انت تقعد تراقب اكل عيشك ولا كلنا هنسيب البيت ونشت؟ انت تقعد هنا، مفهوم؟ طبعا. الله الله الله، المرة دي كمية كبيرة قوي يا معلمين. الله يا اخويا، اذا كان على الكمية احنا عايزين قدها 10,000 مرة عشان نعوض الخسائر بتاعت ابو البنات، قصدي المعلم حنفي. جريه يا معلم، هتقطميني قدام الصبيان؟ اسمها لسه ما قلتش كلمتي. انت لسه كمان عاوز تكلم وتفتح بوك؟ هتقول ان شاء الله. هقول الفلوس هرجعها، يعني هرجعها. ده في المشمش يا حنفي، عارف المشمش لما بيطلع؟ مشمش جميز هرجعها، ولا لما اقول هعمل حاجه يبقى لازم اعملها. حنفي خلاص يا معلمين، كله كده بقى تمام. طيب والطيارين تمام يا اخويا؟ تمام يا معلمه. يلا خليهم يخش ياخد البضاعه. الو، رايا شحت بتقول ايه؟ في ايه يا حنف؟ حصل امتى الكلام ده؟ وايه اللي حصل؟ طيب طيب، اسبق ان انت على الفرن وانا هعصلك على طول. فرن؟ هو في ايه بالظبط؟ مصيبة حطت على دماغنا. مصيبة حطت على دماغنا؟
قلت بينا يا رب. عايزك تقول لي يا طماني ايه اللي انت شفته بالظبط؟ والله العظيم اللي حصل يا معلم حنفي، الواد عزام كان ماشي جنب مني كده بالعجله، بس انا وهو كنا رايحين نخلص مصلحه في حتتين قريبين من بعض، وبعدين ما تخلص الله يحرق قربنا نبيض وانت بتقول بعدين، ما تقول لي المهم لما جه البوليس عمل ايه؟ كشف السر يا معلمه، الظابط بقى عمال يطلع تذاكر البودره من العيش. يا مسك يا لهوي يا خرابي. كشف وخلص رحنا في ده. لا من حاله اطمن خالص يا معلم حنفي، انا بنفسي شايفهم وما بيغطوا وشه قبل ما يرموه يشيلوه في عربيه الاسعاف. الله يرحمه. ويفشش الطوبه اللي تحت راسه. طب الواد ده محدش عارف عنوانه ايه؟ الواد ده من بابها يا معلمه، بس ايام كان يخلص فيها شغله ويجي يبات في المخزن. طب محدش منكم عارف عنوانه؟ انا معلمه عارف عنوانه، انا كذا مره روحت مع البيت. طب الواد ده عايش مع مين؟ مين اهله يعني؟ عايش مع مراته وعياله يا معلمه. بس ملوش ام ولا اب ولا اخوات؟ لا يا معلمه، عزام ده كان مقطوع من شجره، لا ام ولا اب ولا حتى اخوات. لا حول ولا قوه الا بالله. طب مراته وعياله بس هيعيشوا ازاي؟ احنا نوزع التركه دلوقتي، احنا في المصيبه اللي حلت فوق دماغنا نحلها ازاي؟ لا مصيبه ولا حاجه كده، وبيقول لك مات يعني سره اتدفن معاه. يا فالح قوي، هو البوليس هيسيبنا؟ هروح يسال مراته ويقول لها كان شغال في انهي فرن، وساعتها هيجونا هنا وياخدونا بربطه المعلم كلابوش. حضرتك تطلع على طوره وانا اتكل على الله على القناطر بربطه المعلم. ايوه بس مراته ما تعرفش هو كان شغال في انهي فرن. لا يا معلم، مراته عارفه كل حاجه. ايه هقولك دلوقتي؟ يبقى لازم نروح لها ونراضيها بقرشين ونفهمها تقول ايه للبوليس. طب افرض بقى دماغها قفشت. اخرس يا مخفي الصوت والصوره انت. بيقولك ان عندها عيال، يعني عاوزه قرشين عشان تربي عيالها، هتنبر من اولها؟ يبقى لازم نسبق البوليس. ازاي؟ معلش بقى يا ام عمرو، انا عارف الصدمه شديده عليك قد ايه. كتاب الله، كتاب الله، انت ما تعرفي انا تأثرت ازاي بموت عزام ده الله يرحمه. تعيش يا معلم. بس من النهارده اعتبر ولاد عزام دول ولادي انا، وانا المسؤول عنه. هذا شحته. نعم يا معلم. خد يا ام عمرو ده حاجه بسيطه كده يمشيك اليومين دول، 20,000 جنيه. 20,000 جنيه؟ بس ده كتير قوي يا معلم. هو تقولي كده؟ عزام يستاهل اكتر من كده، عزام ده كان من اعز رجالتي، وده الصبي بتاعي اسمه شحته، لو عوزتي اي حاجه تقولي لي وهو هيجي لك كل شهر يديك المعلومه. انا مش عارفه اقول لك ايه يا معلم، انا كنت هتشرد انا وعيالي بعد عزام الله يرحمه. خلاص بقى خلاص بقى، قطعت اعملها حرام عليك. بس بس ايه ايه يا شحته؟ ليها خدمة عندك كده؟ طبعا جوزك مات في حادثة، واكيد البوليس هيجي ياخد اقوالك. اقوالي؟ اقوالي ليه؟ عشان جوزك مات في حادثة. بس يا مؤاخذة، لما جوزك مات في الحادثة دي كان معاه ممنوعات. ممنوعات؟ ازاي ده يعني؟ ازاي ده يعني؟ هو انا اللي قلت التحقيق، هو اللي قال اكتشفوا ان جوزك بيتعاطى لا مؤاخذة الممنوعات. بس عزام ما كانش بيدوق السيجار. ايوه انا عارف ان هو كان طيب وابن حلال، بس لما نزل مصر ولاد الايه بقى ضحكوا عليه ودخلوه في الكيف والممنوعات. اذكروا محاسن موتاكم، ربنا يسامحه، ربنا يغفر له. المهم لما يجوا يسالوكي بقى هو كان شغال في انهي فرن، قول لهم انا عمري ما نزلت مصر، بس اللي انا فاكراه انه كان شغال في فرن واحد اسمه حسنين، محمدين، عوضين. اقول لك الاسم اللي يجي في ذمتك قوله لهم. وليه كده يا معلم؟ هو ايه اللي ليه كده؟ ما عشان كده لازم يبقى كده، لان الفرن بتاعي فرن له سمعته، وانا كمان راجل ليا سمعتي واسمي في السوق. وبعدين مهما يحاولوا يقرروكي مفيش، انت مش فاهمه حاجه خالص، واديكي شايفه المعلم شايلك انت وعيالك. اوعى تقول كده يا شحته، اوعى. أنا بعمل كده يا ابني لوجه الله، وعشان خاطر العظمتين الطريين دول الغلابة يعيشوا في أمان بعد موت أبوهم. خلاص يا معلمي خلاص، أديك يا بنتي فهمت اللي فيها، فكري وإحنا تحت أمر. لا أنا هقول اللي أنتوا عايزين. لا ما يبقاش أي كلام عشان إحنا موجودين، لو مش مقتنع بلاش يا بنتي. لا ما تخافش يا معلم، سرك في بير. ربنا يهديك يا بنتي، ربنا يهديك. شحتة الفتحة العزاب. Thank you.
ناقصينا بقى؟ دول 20,000. يعني ايه؟ لسه بدري. أنا خايفة يا حنفي. ربنا يستر. المهم إن إحنا لازم نهدي اللعب اليومين دول. عندك حق. لغاية ما ربنا يسهل والجو يهدى والعينين تبعد عننا. بس لما نرجع للشغل تاني، أنا بقول لك أهو كيداهم، لازم نشوف لنا صرفة تانية للبضاعة غير موضوع العيش، لأن ده خلاص كارت واتحرق. كلامك مظبوط. أنا كمان هخلي الواد شحتة وحليمه يروحوا يشيلوا البضاعة من الفرن. يشيلوها؟ وهيحطوها فين؟ يودوها المخزن الجديد. يا كيداهم، ما لقيتيش غير المخزن النحس ده. ما هو لازم يودوه هناك عشان البوليس لما يجي يلاقي الدنيا زي الفل، ما عندناش ولا الهوا. ما هو البوليس لما يفتش المخزن الجديد هيقبض علينا، لان المخزن ده بتاعنا برضه. طب ومال؟ هنقول ان احنا لسه شاريينه وما نعرفش نفعل بيه اي حاجه، ويبقى ساعتها بقى ضربنا عصفورين بحجر، المخزن وصافيا. عملت ايه يا ولد؟ عسل يا معلمة، المخزن جوه بقى زي الصيري بعد غسيله، كله اترحل على المخزن الجديد. ايش الله يفتح عليك. طب اللي اقول لي، عديت الصبح دفعت التأمين بتاع المزاد؟ طبعا يا معلمة، دي تفوت حليمه برضه. لكن ما شمشمتش يعني مين من المعلمين التقايل دفع ودخلوا المزاد؟ مفيش حد من المعلمين التقال دفع التأمين، غير يمكن المعلم بدوي الطحان، المعلم سيدة بالخدود كده يعني. وماله؟ دول ناس طيبين ومقدور عليهم. اطمنا يا معلمة، ان شاء الله المزاد هيرسى علينا والمخزن هيبقى بتاعنا بعون الله بإذنك يا رب. رفعت بيه جوه يا ابني؟ موجود يا فندم. يبقى وصلنا بيه على طول. صباح الخير يا باشا. اهلا، صباح النور. اتفضل. طب مع السلامة. ها ايه الاخبار؟ للاسف يا فندم اخبار مش كويسه. ليه كده؟ مش قادرين نحدد لغايه دلوقتي اذا كان الهيرين اللي بيتحط في العيش ده عمل فردي بيقوم بيه الراجل اللي صدمته العربيه، ولا ده تشكيل عصابي بيستغل الفرن لتوزيع الهيرين في كل انحاء الجمهوريه. الراجل كان بيشتغل في الفرن ده، ما قدرتوش توصله لحد من اهله؟ ما عارفه اي حد يمدنا بمعلومات عنه؟ هو متجوز يا فندم، وانا ما سبتش مراته استجوبتها. قالت لي انها ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده، وانها اصلا عمرها ما نزلت مصر. بس انا يا فندم وانا بستجوبها حسيت ان وراها حاجه. حضرت الضابط، القانون ما فيهوش احساس ولا حسيت. يا فندم انا ما اقصدش كده، انا بس بعد ما استجوبت الجيران اللي حواليها حسيت ان كلام الجيران متناقض شويه مع كلامها. طيب عينكوا على الست دي، ما تفارقش عينيكوا ليل ولا نهار، تحطوها تحت المراقبة 24 ساعة. أنا فعلا كنت ناوي أعمل كده يا فندم، بس قلت أخد رأي سعادتك الأول. وما لقيتوش مع الراجل ده أي حاجة توصلنا للفرن اللي كان بيشتغل فيه؟ للأسف يا فندم، لا. بسم الله الرحمن الرحيم، دلوقتي هنبتدي المزاد على مخزن المعلم وهدان أبو فريخة. الخبير المسمن تم من بداية المزاد بنص مليون جنيه. ها؟ مين يا زايد؟ 600,000. 600,000 جنيه. 750,000. 750,000 جنيه. 850,000 جنيه. 850,000 جنيه. المعلمة كيداهم. 900,000 جنيه. مليون جنيه. مليون جنيه. المعلمة كيداهم. 1,250,000 جنيه. 1,250,000. اها، الله الله الله، انت جيتي؟ والله الله 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 الله، واختصم الله. 1,500,000. 2,000,000 جنيه. 2,500,000. 3,000,000 جنيه. 3,000,000. 3 مليون. مين يزود؟ ألعونة.
على دو على تري مبروك. مبروك عليكي يا حبيبتي، تعيشي وتاخدي غيرها. سوري. الله يا حنفي، مالك يا حبيبي مبوز ليه؟ ده انا خدت لك بطارك النهارده، خلصت لك على صاحبتك، دخلتها في حيطه زمانها قاعده تغني ظلموها على بختها الاسود. يا معلمه سبق وقلت لك سيبي لنا الموضوع ده، ده طاري وانا اللي هاخده. انا مال انا اتدخليها في حيطه ولا ما اتدخليهاش؟ استفدت انا ايه؟ فلوسي رجعت لي؟ الله، وانت كنت عاوزها تلعب بيها الكوره ولا تلعب بيها الكوره؟ انا لمحتها في قلب المزاد، اصل اللي بيخش مزاد ما بيزودش بالربع مليون ونص مليون. هي شكلها كانت عايزه تشعلي للمزاد من هنا وتخلع من هنا. عشان ما تبقاش تعمل فيها نصحه مره تانية يا معلمه. انا مش قادر انسى منظرها لما المزاد رسي عليها، كان عايز طول الارض تشقي وبلعين. هي ما سمعتش عن المثل اللي تيجي تصيده يصيدك؟ بس ربكم الحق، انا عيني هتخرج على المحل ده بصراحه، بس مش مشكله، خيرها في غيرها ان شاء الله. مش كده حنفي؟ يا يوسف حرام عليك، كفايه اللي انا فيه بقى. يا حبيبي افهمني، انا قلت مستحيل هتسيبني المزاد وتخليني انتصر عليها، عشان كده كنت بزود وانا مطمنه. ما اعرفش ان بنت الابرسه دي هتشيلها لي في الاخر. طب اهدى اهدى عشان خاطري. طب انت عايزني اعمل ايه؟ حاضر حاضر هبيعه، حاضر. طب ممكن انت تشوف لي مشتري؟ وحشتيني. وانت كمان. انت عارفه ان خلاص ما بقتش قادر يعدي عليا يوم من غير ما اشوفك فيه. لا انا كده احس ان خدتك من فنك ومن معجبينك. يا سلام عليك يا امينه، هي دي بالظبط عقليه الانسانه اللي كان نفسي ارتبط بيها من زمان، تكون فاهمه طبيعه شغلي ومقدراه. الا في حاله واحده. ايه هي؟ ان المعجبين اللي معجبين بيك ما يبقوش معجبين بفنك، ويكونوا معجبين بحاجات تانية يعني، ونيتهم مش كويسه من ناحيتك. لا يا ستي، من ناحيه دي اطمني خالص، انا بعرف اوقف اي واحده عند حدها بطريقه ظريفه يعني. ايوه كده. بص بقى، انا خطوبه بنت عمتي الخميس اللي جاي. والله الف مبروك. الله يبارك فيك. هما كانوا عايزينك تيجي تغني في الفرح، وكانوا عايزين يتفقوا معاك في حاجات انا مش بعرف اتكلم فيها. بقى ده اسمه كلام يا امينه؟ اي حد من طرفك انا مستعد اغني له للصبح كمان هديه من عندي. احمد انت كده بتحرجني. هو احنا في فرق بيننا ولا ايه؟ قولي لي انت بس، هم يعملوا مكان الخطوبه فين؟ وليكي عليا يا ست اعمل لهم حته شوق ما حصلش عشان خاطرك. طيب يا سيدي ميرسي، ويعني تبقى فرصه تتعرف بماما وبابا واخواتي. فعلا دي هتبقى فرصه هايله جدا، عشان يعني لما اجي اتقدم لك وكده يبقوا خلاص عرفوني. حنفي، صحيح الكلام اللي سمعته ده؟ كلام ايه اللي سمعتيه؟ خيرك هيدا؟ انت صح هتعمل خطوبه بنت اختك في الكند خمس نجوم؟ الله جراك ايداهم، ده انت بقيت تعرفي تقولي خمس نجوم اهو. خمسه ولا سته ما تغيرش الموضوع. امال ايه؟ عايز المعلم حنفي البرنس يعمل فرح بنت اخته فيه؟ جرايه يا راجل، انت مش مكفيك الخسائر اللي خسرتها والضحك عليك فيها؟ انت ايه، ما بتحبش بناتك؟ انا ما حدش بيحب بناتي قدي، انما معلم حنفي البرنس لما يعمل حاجه يبقى تليق بمقامه. وبعدين البنت دي بنت اختي، يعني ملزومه مني. ملزومه منك؟ اه، لكن لما تعمل لها خطوبه ما تعملهاش خطوبه كبيره زي دي. انت ايه، لاقي فلوسك؟ اللي عملها كيداهم لازم يليق بمقام المعلم حنفي البرنس. طب ايه قولك بقى يا معلم، ان لا انا ولا بناتك هنروح الفرح ده؟ لا 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 لا، اتكلمي عن نفسك، انما البنات هيجوا معايا. تحب انت شخصيا ما طلعكش بره عتبه البيت؟ بقول لك يا كيداه، خليك انت ما تجيش معانا، انا هروح انا والبنات. خلي اهل العريس بقى يتنقوزوا ويتريقوا عليكي ويقول انك منكاده عشان العريس طلب ايد حنان، ما طلبش حد من بناتك. فيها فيها كيداه.
ايوه اي خدمه؟ الانسه تسنيم رؤوف شريف ساكنه هنا؟ ايوه. طب هي موجوده لو سمحت؟ مدام واحد بيسال على الانسه. ايوه اي خدمه؟ ابدا يا فندم، كنت عايز اسلمها الاستيتمنت بتاع كارت الائتمان بتاعها. طب انا مامتها ممكن تسيبهولي؟ معلش يا فندم، لازم تستلمه هي بنفسها، هي مسافره اسكندريه كام يوم، فبدل ما تروح وتيجي حضرتك انا امديلك بدل. اوكي يا فندم اتفضلي، ممكن تمديلي هنا باسمها لو سمحتي؟ ميرسي ليك يا فندم. يا نهار اسود، كل دي مصاريف في شهر واحد؟ الف مبروك يا حنان، شكلك زي القمر. الله يبارك فيك يا صافية. متشكرين قوي يا صافية، تعبناكي معانا. ما تقوليش كده يا ست روحية، ده انتوا جمايلكم غرقاني من ساس الراس. نتعب لك يوم فرحك يا صافيه ان شاء الله. يا رب. ايوه كده، قولي لها والنبي يا ست حنان، حكيم هي مكبره دماغها من الموضوع ده خالص. لا والله ابدا، بس انا ابن الحلال اللي حافظ عليا ويصون. هتلاقي يا اختي عريس زي القمر زي، وحيصونك ان شاء الله، ده انت قمر 14. ربنا يخليك يا ست روحيه. استني يا حنان ما ظبطتلكيش التاج. قولي لي يا كراميلا، اخواتك يا اختي ما جوش معاكي ليه؟ المهم تلاقيهم بيلبسوا عمته ونازلين على طول، ما تقلقيش. طب والبرنسيسة والدتك ناويه تيجي ولا مش عايزه تحضر الخطوبه؟ هخلص الطبق ده واسالها على طول. ايه ده كيداهو، انت جايه معايا؟ طبعا يا حبيبي، امال ايه؟ عاوزوا بيقولوا عليا ايه؟ ان انا كتر ولادي وقعدنا في البيت نغني ظلموه، لازم نروح يا حبيبي. بقولنا كده قلت اطلعوا من البلد. اهو انت كده ما باخدش منك غير كلام. مقبوله منك، المهم البنات لبسوا. طبعا سايباهم بيلبسوا، وانا كمان عايز اكمل لبس، لسه هحط الروج وافك شعري. روجي وشعري، ايه الجمال ده يا راجل؟ ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. عسل يا قمر انت. صدقي انت كده هتاكلي الجو من العروسة. احنا كده هنتأخر، انت بتاكل بعقل حلاوة؟ حد يقدر ياكل بعقل المعلمة كده وحلاوة؟ ده انت الحلاوة نفسها. طنط يا طنط، تعالي يا طنط شوفي كده الفستان ده وقولي ايه رأيك. حلو. اصل بابا نزل معايا امبارح واشتراهولي. والله طب كويس. هو هشام جهز ولا لسه؟ ما اعرفش، ما طلعش فيه. طيب حاضر، ربنا يصبرني. هو في حاجه يا طنط؟ هيكون في ايه يعني؟ ما اعرفش، انا شايفاكي متنرفزه شويه. ليه هو في حاجه تنرفز؟ بالقمر ام العريس، دي ما بقتش عيشه. ايه بس يا قمر، ايه اللي حصل بس؟ لما تسيبني حضرتك انزل اجيب فستان على حسابي لخطوبه ابني النهارده، واكتشف ان حضرتك جايب للهانم فستان بالشيء الفلاني ده، تسميه ايه؟ كراسي يا هانم، تكونش التسنيم دي ضرتك وانا مش واخد بالي ولا حاجه؟ لا يا اخويا مش ضرتي، بس بنت ضرتي اللي انت اتجوزتها عليا في يوم من الايام، وانا بهبلي وعبطي وافقت وعشت معاك. تاني الموشح ده تاني يا سهام، مش هنخلص منه، حرام عليك بقى. انا اللي حرام عليا برضو؟ اوه يا سهام، البنت طول عمرها محرومة مني، اظن من حقها ان انا اعوضها. تعوضها؟ تعوضها على حسابي انا وابني؟ ليه يا اخي، عملنا لك ايه؟ انت اللي غلطت في حقنا يوم رحت اتجوزت واحدة تانية. لا اله الا الله محمد رسول الله، انا قصرت في حقك انت او هشام في اي حاجة؟ ولما تبعزق فلوس نايمين وشمال على المحروسة ده اسمه ايه؟ يا ستي ابعزق ايه بس؟ هي البنت بقالها قد ايه في مصر؟ انا مش طول عمري بصرف عليك انت وهشام؟ عمري قصرت معاكوا في حاجه؟ ده واجبك يا حبيبي، انت مش بتتجب علينا. خلاص خلاص خلاص، واجبي اهو، مش هنطق ولا كلمه، بس عشان خاطري وحياه القمر وحياه الجمال ده اللي لادي بلاش، عاوزين نعدي الليله ده على خير. ها ابوس ايدك. خلاص روح شوف هشام وانا هقصر. طيب اعتبر ده وعد انك هتحصليني. اوكي. الله، امال فين حليم؟ لا حليم تعب شويه روح معلم.
ليه؟ مش هروح معانا الفرح؟ لا معلمه، يعني انا ما اشرفش ولا ايه؟ ده انت تشرف مديريه بحالك. اركب يا ماك في سلامته. الف سلام. اتفضل يا ست الكل. يسلم يا حبيبي. يا خراب الدين. ها يلا. ايه هسيبك لما اشوف اخرتك ايه. تتجوزيني يا صافية؟ طبعا. هلبستك الحته المقطعه اللي انت بتحبها. توحشني يا معلم. نزل سؤال الدين شويه. ومالك خايف كده ليه؟ مش على نظامه اي حاجه تقول له امين.
عقبال بنتك ان شاء الله. طبعا عقبال بنات الله اكبر عليهم. ماما ايه يا حبيبتي؟ احب اعرفك الاستاذ احمد خالد المطرب المعروف. اهلا وسهلا، اغنيتك جميله قوي وان شاء الله ليك مستقبل. وبقول طنط كيده ومقالت. ميرسي جدا يا طنط، ودي فرصه سعيده قوي ان انا اتعرفت عليكم. وانا كمان. طيب يا ماما عن اذنك بقى اتفضلي. اتفضل اتفضل حبيبي. هي مخفيه؟ نعم. ما تحصلي اختك، انت تقفي جنب تبروزي ولا ايه؟ ما تقلقيش يا كبيره، احنا ما يتجلكش علينا واصل. انا كلها ولعه بالصلاه على النبي. ولعه؟ طب اجري يا اختي وانت هتولعوا فيا. انا مخلفه البنات تشيل الهم للممات. اما كانت حته ليله حلوه بشكل. طبعا حلوه بالنسبه لك انت. قصدك ايه يا كيدان؟ انت ازاي راجل انت تقول ترقص مع مقصوفه الرقبه الحربايه اللي اسمها صافيه؟ قصدك ايه؟ تحرجني مع اهلك واهلك؟